سلام سلام، مساء الخير عليكم شيرات. مرحبا بكم في فيديو شباب وشباب بزاف، غادي يعجبكم ويعجب ولادكم. شفتوا هاد الايامات راني ندير لكم سلسله حلويات الدخول المدرسي. رانا نديروا الحاجه اللي يبغوها ولادنا في القرايه باش نحفزوهم للقرايه. راكم عارفين بلي والفو غير العطله والدار والتحواس. على هادي نسيو نديروا لهم حاجه تحفزهم الصباح كي يشربوا الحليب نحطوها لهم، وتاني يدوها معاهم صابره ولا كلومجه كيما نعرفوا اللومجه، باش ما نقعدوش نشرو لهم هذوك الصوالح تاع برا مسكرين بزاف وما عرفناش باش يخدموهم. ديروا لهم حاجه في الدار ويدوا معاهم مع شويه فاكهه والحمد لله. المهم حبيباتي، زوج بيضات على حراره الغرفه مع زوج مغارف سكر، كل حبه بيض تدي مغرف سكر. عندي مغرف صغيره لافاني ولا ديروا سكر فاني كيما درت انا. نخلط غايه تندوب السكر مع البيض ونحس بلي الخليط اللون تاعه تغير ولا لي فاتح. شيرات تضربوا طله في القناه، غادي تلقوا بزاف انواع حلويات جافه اقتصاديه ومام لولادكم هكا، حتى بديل المونغوتي ولا اي حاجه تحقيها غادي تلقيها في القناه ان شاء الله. وان شاء الله تعجبك، ولا كنتي خطرتك الاولى تشوفينا ان شاء الله تشتركي وتفعلي جرس التنبيه ومرحبا بكم. من بعد خواتاتي درت كاس تاع حليب. الكاس هذا السعه تاعه 200 مليلتر تاع ليموناد عادي. خلطت غايه الحليب، من بعد درت مغرف كبيره كيما راك تشوفي معمره مليح، مغرف تاع زبده ولا مارغارين تكون مدابيك طريه. انا شويه كانت قاصحه خرجتها من فريجيدر الرطر، مدابيك تخليه طريه باش بالخف تنحلك. انا شويه عذبتني بصح قلت لك انتيا خليها طريه، انا نسيت جبتها رطر من الفريجيدر حتى بغيت نبدا. وغادي نقعد نخلط 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 حتى ندوب هذيك الزبده في المكونات الاولى. دروك جا وقت الفرينه. الفرينه نحتاجو الكاس الاول، هنا راني مغربلتها الفرينه، ماذا بيك تغرب ليها هكا باش تتفادي الحبيبات والكريات. درت الكاس الاول تاع الفرينه وزدت معه كيس ساشي فرفاره اللي هي لوفير شيميك خميره الحلوى، كيس كومبلي 10 غرام. وإلا عندك تاع الميزان ديري مغرف معمرة. وندخل غاية هذيك الفارينة في المكونات الأولى هكا، الكاس تاع الفارينة نحاول نخلطها مليح. من بعد نزيد الكاس الزوج اللي تاني راه مغربل، يعني زوج كيسان فارينة. شتو بلي مقادير بسيطة، فغيمو مقادير بسيطة وتعطيك كمية كبيرة، غادي تاكلي وتوكلي ولادك. ونبدا هكا ندخل مليح مليح هذيك الفرينه حتى نحس باللي كاع دابت لي في هذاك الخليط تاع السوائل. شوفوا هذا هو القوام تاع الخليط اللي راني نحوس عليه. نغطيها ونخليها 10 دقائق تريح. في هاد العشر دقائق نوجد المقله تاعي تاع تكون مقله ثقيله ما تلصقش، ديري فيها البغرير ليك خاب بانكيك هكا. وهنا قبل ما نديرها غادي نمسحها بكثره تاع الزيت بالبابي اسويتو، نمسحها باش نضمن باللي ما غاديش تلصق لي. مالغريني عارفه باللي المقله تاعي ما تلصقش، بصح ماذا بيك ديري رشات تاع زيت وتم مسحيها بالبابي اسويتو غايه هكا باش ما يلصقلكش، وتخلي داك الخليط يرتاح غير 10 دقائق. هاد الوصفه تنجمي ديريها الصباح كي تنوضي تصلي الفجر وباش تنوضي ولادك يروحوا يقروا، توجديها لهم ياكلوه الصباح ديريكت. شحال من خطره انا في القرايه منوض الصباح نديره ونوجده، مام الزوج تاعك يخدم ولا انتيا تخدمي ولا ما يديلك لا وقت لا جهد لا والو. حطي هذا في هذا، وجدي لي زانغريديون تاعك في الليل، الصباح توجدي الخليط تاعك هكا وتوجدي الحبيبات، ما يحتاج لا وقت لا فور لا والو. نحط هذيك الحبه تاع البانكيك، تبغي تكبريها تبغي تصغريها، انا درتهم هكا صغار. من داك قلت لكم اني درتهم للصغار للبزوز، درتهم هكا صغار. كي طيب لي من التحت والنار تكون متوسطه، كي تكون النار عاليه تخلي المقله تاعك تحمى. كي تسخن لك المقله رجعي النار متوسطه وحطي الخليط تاعك باش ماشي ينحرق لك من برا والداخل يقعد لك عجين خضر. خليها متوسطه وطيب على مهل وطيب لك غايه. نطيبها على الجهتين كيما راك تشوفي. الا كانت عندك مقله كبيره ديري ثلاثة ولا أربعة كاع كيف كيف. كي طيب لي نقلعها هكا ونكمل كاع كيف كيف. شيرات ماذا بيكم ديرونا جيم للفيديو وتبارطاجوه في الفيسبوك ولا تبارطاجيه لصحاباتك في الماسنجر، باسكو على بالي بلي الوصفه يسحقوها بزاف نسا سورتو لي ولادهم يقروا. ديرونا غير جيم الله يرضى عليكم، باسكو فريمون داك الجيم يساعد الوصفه باش تبان والمشاهدات تطلع للفيديو. درت الحبيبات الاخرين كملتهم كاع كيف كيف، طيبتهم على زوج جوايه، شوفوا يجي اللون تاعهم ذهبي وشباب، وكمليهم كاع كيف كيف.
ديريهم في الليله تاع تاع الدخله نهار الاثنين ان شاء الله في الليل، ولادك الصباح يلقوهم ولي بيقرب عيد ولا يدو معاهم تاني ديري لهم في اللانش بوكس تاعهم، ديري لهم زوج حبات بانكيك هكا بالشوكولا ولا بالعسل الحر. حاولوا تعطوا لولادكم صوالح صحيين خير من هذاك الكوفريت الكاليطه، هذوك يهرسوا لهم غير سنيهم ويسوسوهم لهم، وهذوك الشوكولا تاع برا وهذوك لي جو. والله ماذا بيكم نصيحه كاخت ليكم، تنقصوا الماكسيموم منهم لولادكم. انا ما نقولكمش ما نديرش لبنتي كاع منهم، بصح ننقص الماكسيموم، نقلع لها من خاطرها ونشري لها، بصح ماذا بيا كاع ما تديهمش باسكو سوسولها كاع سنيها، ديك الكاليطه قاصحه على سنيهم، السكر اللي فيها ماشي سكر نيشان. والله الله يستر وليداتنا. وصاي حبيبتي هذا هو البانكيك تاعنا تاع اليوم، درت الطبقات بيناتهم الشوكولا تاع الطلي، تنجموا ديروا غير زبده دايبه مع شويه تاع عسل. اللي كان عندكم الشيره ديروه، ما تكزيوش على روحكم، ديروا المعجون مربى، ومهم نتيجه تاع الشباب بزاف اسفنجي رائع. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم وتدوها وتستفادوا منها. حبيبات قلبي ما عليا غير نقولكم استودعكم الله الذي لا تضل ودائعه، وما تنسوليش ديروا النجام وتبارطاجوا الفيديو، ولا كنتي خطرتك الاولى راكي تشوفينا نقولك نورينا بالاشتراك، باسكو القناه غادي تعجبك بزاف، راح تضربي طله فيها وصفات ناجحه اقتصاديه بنينه وعلى حساب خاطرك. حبيباتي تهلوا في رواحكم، سلامه ودخول مدرسي موفق لوليداتنا ان شاء الله.